السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زمن غزة. لم يعد السؤال متى أو كيف أو لماذا ترتكب إسرائيل كل يوم مجزرة، لكن السؤال أين هي وكم عدد ضحاياها؟ وعلى يومين متتاليين أسقط الاحتلال حمم حقده قصفا على رفح، وكأنه لا يعرف أن عمر رفح يتجاوز 5000 عام، ومر بها غزاة ورحلوا أو قتلوا وبقيت. وحين حاول جيش الاحتلال التوغل فيها خسر ضابطا قال إنه أسير لدى المقاومة فتنصل من الهدنة، واليوم يعلنونه أنه ميت. إذن زيف إسرائيلي جديد يظهر تواطؤا غربيا ودوليا على غزة، وهذا ما صرح به نتنياهو أمس. ورفح المنقسمة بطرفين مصري وفلسطيني لم تهدأ يوما وكانت خزانا بشريا للثورة الفلسطينية وما زالت مربعا للشهداء، وبما أنها في نظر كثيرين صعيد فلسطين، فالصعيدي بطبعه لا ينسى ثأره، فكيف إن كان من عدو شعبه؟ والثأر ليس فقط لرفح أو لأطفال غزة الشهداء الذين تجاوز عددهم 400 ولأكثر من 10000 فلسطيني بين جريح وشهيد في طليعتهم شهداء المدرسة اليوم التي لم تحرك بان كي مون سوى بإدانة. فلماذا ترف عين المؤسسة الأممية؟ ولما يتحرك العالم للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها؟ فمجازر أخرى سترتكب، خصوصا وأن العدوان لم ينتهي، وهناك تخوف في حكومة الاحتلال من حرب استنزاف. وكيفما يكن شكل الحرب، فإن المقاومة أعلنت قدرتها على الاستمرار وأن أدواتها وخططها لم تنتهي. بدوره الاحتلال يعلن الانتهاء من تدمير الأنفاق لترد المقاومة بسرعة وبقوة، فكانت عملية التسلل إلى زكيم، فمتر الأنفاق الغزاوي لم يدمر إذن، والصواريخ ما زالت تصل إلى حيفا وتل أبيب، وهناك حرب أخرى يقودها الفلسطينيون موحدين، حرب بالصواريخ السياسية وتوغلات في بنود الورقة المصرية وقصف تفاوضي ربما يبدأ قريبا بالرغم من الانسحاب الإسرائيلي العسكري الجزئي من غزة والسياسي عبر تنصله من الورقة المصرية حتى الآن. أرحب برئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين عباس إسماعيل، كما سينضم إلينا بعد قليل مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام من القاهرة هذه المرة أيضا. عباس، سأبدأ من الاعتراف اليوم بمقتل هذا الضابط، كيف تم الاعتراف وكيف أثبتت هذه الدلائل وما هي الدلائل التي أثبتتها إسرائيل أن هذا الضابط قد قتل؟ نعم، في الواقع الاعتراف الإسرائيلي بأن الضابط الإسرائيلي الذي كان مفقودا اعتبرته أنه قد قتل، وتعريفه بأنه قد قتل وأنه تم تحديد موعد لجنازته وتم تشييعه اليوم جاء مفاجئا، لأنه بالأمس طبعا في منتصف الليل تقريبا توجه الحاخام العسكري الرئيسي في إسرائيل بصحبة رئيسة شعبة القوى البشرية، وأيضا لقاهم وزير الأمن موشي يعلون الذي تربطه قرابة بالضابط القتيل، توجهوا إلى بيت الضابط القتيل وأخبروا أهله بأن ابنهم قد قتل وبأن الجيش الإسرائيلي لديه من المستمسكات والمعطيات الشرعية بين هلالين التي تؤكد بأنه قتل، وبأن الحاخام العسكري الإسرائيلي عقد جلسة خاصة للحاخاميات وتشاور معهم في الأمر وأخذ القرار باعتبار هذا الضابط ميت مقتول في تلك المعركة. هذا الإعلان يعني المفارق فيه أنه جاء بعد ساعات فقط عن ظهور أهل الضابط القتيل، والده ووالدته وأخوه وعائلته. نعم، من العائلة. نعم، ظهروا إلى الإعلام ووجهوا إنذارا إلى بنيامين نتنياهو وطلبوا منه عدم الانسحاب قبل أن يعيد ابنهم. وكان نتنياهو عقد مؤتمرا صحفيا هو ويعلون قبل ساعة أو ساعتين فقط من إخبار أهله بأنه قتيل، ولم يتطرق إلى أن الضابط قد قتل. كان لديهم معلومات أن الضابط قد قتل بالأمس في المؤتمر الصحفي. طبعا يعني معلومة أنه قد قتل لم تأتي فجأة. نتنياهو عندما عقد المؤتمر الصحفي كان يعرف بأن الضابط يعتبر أنه مقتولا، وموشي يعلون كان يعرف لأنه مباشرة بعد المؤتمر الصحفي توجهوا إلى أهل الجندي الضابط. ولكن بطبيعة الحال من غير المألوف والمتعارف عليه في إسرائيل
إسرائيل أن يعلن عن مقتل الضابط في مؤتمر صحفي قبل أن يتم إخبار أهله أو إعلامهم. هذه القاعدة معتمدة في إسرائيل وهذه لا يمكن. وجلسة الحاخامات هي بالعادة تتم بهذا الشكل عباس أم أنها كانت مفارقة لهذا الضابط؟ هذه تأتي عند الأمور الحساسة والإشكالية وعندما يكون الأمر بحاجة إلى فتوى شرعية فقهية وفق الشريعة اليهودية لتحديد ما إذا كان الجندي المفقود قد قتل أم لا. البناء على أنه قد قتل كان مفاجئا، يعني أن يعلن بأن الضابط سوف يتم تشييعه اليوم الساعة 5:30 من دون أن يذكر أي شيء عن جثته، من دون أن يذكر أي تفاصيل، ماذا باستثناء ما قيل بأنه تم العثور على معطيات تؤكد أنه قتل. بدأ تسريب بعض المعلومات لاحقا بأنه عثر على جزء من ملابسه، وتمت إشارة إلى أنه هناك أيضا أشياء تخصه تؤكد أنه قتل، وكأن في ذلك إيحاء لأنهم عثروا على بعض أشلائه، لم يحددوا ما هي الأشلاء ولا حجمها ولا كميتها. وفيما بعد قيل بأن العائلة ستواجه معضلة استعادة الجثة كاملة، ما يعني أن التقدير الإسرائيلي أنه قتل بناء على بعض أشلاء التي تخص هذا الجندي الضابط، وما تم تشييعه اليوم هي بعض الأشلاء التي لم يذكر ما هي وماذا تخص. ولكن في الشريعة اليهودية يتم التعامل مع أي جزء من جسد اليهودي الميت كما لو أنه كاملا، بمعنى أنه يتم تشييعه بشكل من الناحية الفقهية الشرعية يتم تشييعه وفق الشريعة، وعند العثور على الأشلاء الأخرى أو إكمالها يتم أيضا استحضارها وإجراء مراسم خاصة ودفنها أيضا في نفس المكان. هذا موضوع حساس جدا ومعقد جدا في الشريعة، لذلك هو بحاجة إلى الحخام العسكري الرئيسي ليقر هذا الموضوع بناء أيضا إلى استشارات من الحخامات. هذا الذي حصل، أنه الجيش الإسرائيلي اعتبر أن هذا الضابط قتيل وتم تشييعه، وهذا بالمناسبة خلافا لما حصل مع أورن شاؤول الذي اعتبر جنديا مقتولا غير معروف مكان دفنه لأنه لم يعثروا على أي شيء من جثته. هم خرجوا بتقدير ومعطيات تؤكد أنه قتل، الشاؤول الذي قتل في الشجاعية والذي قالت المقاومة الفلسطينية أنه أسير لديها. الجيش الإسرائيلي قال أنه قتيل غير معروف مكان دفنه، وبالتالي لم تجري له مراسم تشييع لأنه لم يعثر على شيء من جثته، خلافا للضابط هدار جولدن الذي عثر على أجزاء ربما تكون قليلة جدا من جثته وتم تشييعه. هل هذا هو السبب الذي أخر إعلان إسرائيل عن مقتل هذا الضابط؟ يعني السبب هو أنه كانت بحاجة إلى معطيات مستنسخة بعد أن، يعني الرواية الإسرائيلية أنه بعد العملية التي حصلت وبعد مقتل الجنديين الإسرائيليين واختفاء الضابط، دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى النفق الذي سحب عبره هدار، وجدوا في البداية بعض ملابسه، من ثم بعد عمليات بحث وتفتيش أخرى وجدوا بعض الأشياء لم يقولوا ما هي تخص الضابط تؤكد أنه قتل. هذه طبعا تحتاج إلى فحص جنائي، تحتاج إلى بعض الإجراءات، تحتاج إلى مسائل لها علاقة بالشريعة اليهودية، كل هذه تأخذ بعض الوقت ولا يتم حسم الموضوع قبل إقرارها. وهناك جانب آخر، يعني الجيش الإسرائيلي واضح أنه يتبع في هذه الحرب أسلوب ويستخلص عبر كان شهدها في المعارك السابقة، ولا سيما الشيء الذي حصل مع الجندي جولدفاسر وزميله الذي أسروا في لبنان، بمعنى أنه يريد أن يعلن بسرعة قياسية أن هذا الجندي المفقود هو قتيل لكي يسحب من يد المقاومة ورقة مساومة، ورقة قوة، ورقة تفاوض، وبالتالي يحرق هذه الورقة من البداية ولا يساوم على مصير جنوده كي لا يدفع ثمنا كما حصل في تجربته مع لبنان. كلنا نتذكر أنه في التجربة مع لبنان دفع عد أثمان فقط ليعرف مصير الجنود إذا كانوا موتى أم لا، قتلى أم لا، وبقي المصير معلقا حتى استعادتهم. هو لا يريد تكرير هذه التجربة المريرة والصعبة للجميع في إسرائيل، لذلك ذهب أنه حسم المصير بسرعة. طيب كيف تعاملت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع خبر مقتل الضابط وأيضا الوسط السياسي والرأي العام الإسرائيلي، خصوصا أن يدعوت أحرنوت تقول أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر وجود قرابة عائلية بين الضابط الأسير جولدن ووزير الأمن موشي يعلون، هل لهذا أيضا تأثير على مجرى الأمور وخصوصا على الداخل الإسرائيلي؟
مسألة القرابة هي أعلن عنها اليوم، ولكن كان قد سبق أن أعلن ذلك. وأيضا المراسلنا في قناة الميادين كان قد جاب يعني زودنا بالخبر منذ البداية وعرض على شاشة الميادين بشكل عاجل، وبالتالي لم يأتي الخبر مفاجئا لأحد ولم يأتي بجديد، سوى أنه أعلن أنه قريب مشيع لون. قرابته من مشيع لون لا تقدم ولا تؤخر في مجريات الأمور في المعالجة، مسألة لها مسألة رمزية ولا تؤثر ايضا بالاعلان عنه ام لا وبالاعتبارات، الاعتبارات اكبر من ذلك بكثير. اضافه الى الاعتبارات التي اشرنا اليها بالنسبه لمقتله، اعلان مقتل هادار له ايضا تداعيات لها علاقه ب يعني رفع القيد عن بنيامين نتنياهو ويعلون وغانتس ومنحهم حريه اكثر في خطوتهم التراجعية وانسحابهم من قطاع غزة التدريجي، لأنه إذا كانت الأجواء كلها تشير إلى أنه لا يزال هذا أسير، وأن يكون أسيرا كما ذكر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أهرون فركش، وذكرت هذا الشيء بالأمس، أن هذا كان يعتبر تحولا استراتيجيا. أما هو فهو مقتول ولم يعد التقدير كذلك. أن يكون هذا الضابط أسيرا حيا لدى المقاومة الفلسطينية هذا يعتبر زخرا استراتيجيا وورقة نوعية في يد المقاومة الفلسطينية، أما أن يكون قتيلا فهو ليس كذلك بالنسبة لصناع الرأي في إسرائيل. هذا يخفف عنهم القيد الذي كان ممكن أن يقيدهم في أي خطوات لا سيما التي لها علاقة بالتراجع والانسحاب، لأنه الجمهور الإسرائيلي العام الإسرائيلي وكثير من الأوساط السياسية كانت ستنتقد المستوى السياسي والمستوى العسكري بشكل كبير، أنه كيف يمكن أن تتركوا الجندي الإسرائيلي أسيرا وتنسحبوا. الآن هذا القيد رفع عنهم وبالتالي خفف عنهم هذا الموضوع. وكان قد تعهد بالأمس نتنياهو أنه لن يبقي أبناء الشعب أو الجيش الإسرائيلي في غزة إلا بإعادتهم إلى أهليهم. الفضيحة هنا لو سمحت لي، والفضيحة هنا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكل العالم اتصل ببنيامين نتنياهو، وأوباما عقد مؤتمر صحفيا ووجه طلبه إلى حماس يجب أن تعيدي الضابط الآن قبل الغد وفورا، وأبدى استعداده للمساعدة الاستخبارية وتقديم المعلومات حول مصيره، وكذلك فعل كيري وأيضا بانكيمون ودخل كل العالم. وشكر نتنياهو الدعم الأمريكي له. الأسوأ من ذلك أن إسرائيل حصدت مكسبا دوليا كبيرا على قصة هي كلها افتراء بافتراء، تبين أنها كلها كذب بكذب. والأسوأ من ذلك أن مئات الفلسطينيين استشهدوا ودفعوا حياتهم ثمنا لهذا الادعاء، والآن لم نسمع أحد في العالم يطالب إسرائيل أقله بأن تعتذر على ما فعلت، لأنه عندما قيل بأن هذا الجندي أسيرا قامت إسرائيل بعملية قصف من دون أي تمييز، قتل واليوم مجزره رفح الدليل مجازر دليل تدمير على ذلك. تدمير بيوت، تهجير عشرات الالاف، مقتل المئات الفلسطينيين، والعالم لم يحرك ساكنا لانه يعذر اسرائيل لانها فقدت جنديا اسيرا. الان هذا الجندي تبين انه قتل من اللحظه الاولى، لم نسمع احدا، لم نسمع رئيس اكبر قوه في العالم اوباما الذي هل بنى معلوماته الاستخباريه على التقدير الاسرائيلي ووقع في الفخ. هذه فعلا فضيحه سياسيه دبلوماسيه دولية. لا أعرف لو كان الرأي العام العربي والقوى العربية والمنظمات العربية على قدر من القوة لكان يمكن أن تحاسب وأن تجعل هذه المجتمع الدولي يدفع ثمنا لقاء هذه الفضيحة. بما أننا تطرقنا إلى الدول العربية، كان بالأمس تصريح نتنياهو قد قال عن تمتين ذخرا إسرائيليا بتمتين العلاقات مع دول المنطقة، كيف تقبل؟ واليوم مصادر سياسية إسرائيلية للقناة العاشرة تقول هناك إمكانية لأن تلعب السعودية ودول الخليج دورا في الحل الواسع في غزة، ما المقصود به وكيف سيكون ذلك؟ يعني كلام نتنياهو عن القوى الإقليمية والدول الإقليمية والدخل الاستراتيجي الذي تحدث عنه بالعموم هو سر مفضوح في إسرائيل. كل المراقبين في إسرائيل كانوا يعرفون أن نتنياهو يقصد مصر والسعودية ودول الخليج، وما قاله نتنياهو أمس بهذا السياق اليوم فسره فسرته وسائل الإعلام كثير من وسائل الإعلام وكثير من المراقبين. مثلا القناة العاشرة تحدثت عن أنه نقل عن مصادر سياسية أن هذه فرصة مؤاتية، أن دول الخليج والسعودية يمكن أن تلعب دور، وأن
التسوية التي تحصل قد تشكل ممرا لإسرائيل لإعادة فتح العلاقات بشكل علني مع هذه الدول. ولكنه قال، المعلقون في القناة العشر قالوا بأن المشكلة هي الآن أن هذه الدول، دول الخليج والسعودية، بحاجة إلى ثمن لكي تخرج هذه العلاقة إلى العلن. العلاقة الموجودة في السر بحاجة إلى ثمن لكي تخرج هذه العلاقة إلى العلن، وهذا الثمن هو أن تعطي إسرائيل تنازلا سياسيا ما يجعل هذه الدول لديها ما يبرر إعلان هذه العلاقة. اليوم أيضا زعيم المعارضة إسحاق هرتسوك اعتبر أيضا أن ما يحصل الآن يشكل فرصة نادرة لإسرائيل لكي تعزز علاقاتها مع القوى المعتدلة. وكنا أشرنا بأن ليبرمان كان قد ذكر هذا الشيء في السابق، ودعا إلى ضرورة إنشاء مبنى، ما سماه مبنى سياسي إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة، في حينه كان المقصود لمواجهة ما يسميه التهديد الإيراني. إذن هناك في إسرائيل التركيز على هذه النقطة، وهناك أيضا اعتبار بأن لو خرجت إسرائيل رغم كل خسائرها، لو خرجت إسرائيل من هذه الحرب فقط بمكسب تطور العلاقة
أهلا بكم من جديد إلى زمن غزة. وقبل الانتقال إلى المفاوضات السياسية والتطور السياسي اليوم ووصول الوفد الفلسطيني وانتهاء الاجتماع بين الوفد الفلسطيني والمصري الآن في القاهرة، سنطلع إلى آخر التطورات الميدانية والمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح في هذا التقرير لزميلتنا لنا شاهين. هذا بنك الأهداف تبعهم، هذا بنك الأهداف تاع إسرائيل. غزة لا تزال في قلب الموت، مجازر تعي من يحصي عددها في كل الأنحاء والأرجاء، ولا يختلف اليوم عن سابقه إلا باختلاف أسماء وأعداد الجرحى والشهداء. رفح ذاقت الويلات، 10 شهداء لاذوا بمدرسة وكالة الغوث بحثا عن الأمان، فانقضت عليهم قذائف الاحتلال ولم تخلف إلا الجثث والخراب والأحزان. قلت هان في المدرسة أأمن، جيت في أولاد هان عشان ما يصيرش فيهم حاجة، جيت هان قتلتهم هان ماتوا هان. مات هان في الوكالة المطرح الأمان اللي احنا جايين في مأمنين على أولادنا فيه. مش بنفكرش يعني كتر صغارنا نكره المقاومة، لا احنا مع المقاومة على طول، وبقول للوكالة حرام عليكم، جايين نحمي فيكم، جايين عندكم تحمونا، من حقكم من حقنا تحمونا انتم، ليش بتحمونا؟ 9 شهداء من عائلة الغول أيضا قضوا نحبهم في جريمة يندى لها جبين الإنسان، تلاحق الإصابات قد أعيا المستشفيات، وانتشال الجثامين مستمر لكن سيرا على الأقدام. خزاعة صورة مصغرة للعديد من البلدات والأحياء، منازل بأكملها دمرت ونسفت من قبل دبابات الاحتلال التي عادت أدراجها وأعادت انتشارها على التخوم الحدودية. فما هدف الانتشار؟ وهل بالفعل حققت إسرائيل كما تقول الانتصار؟ لم تنتصر إسرائيل، هي هربت خوفا من أن تدفع الثمن. المقاومة ستقبل ذلك لأنها تدرك أن لديها أسرى جثث إسرائيلية. إسرائيل ستأتي عاجلا أم عاجلا، المقاومة ليست مستعجلة، فلتنسحب إسرائيل ولتذهب حيث تريد، بالنهاية ستأتي وسترجو المقاومة وسترجو مصر بأن تتفاوض. اندهار الاحتلال دليل على فشله الكامل بتحقيق كل أهدافه التي أعلنها في بداية الحرب أو حتى في آخرها، إن كان من الصواريخ أو الأنفاق، ودليل على أن هناك مقاومة ثابتة ولا يلزم المقاومة بأي شيء، فالمقاومة مستمرة في الدفاع عن شعبنا حتى تحقيق مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية الكاملة ورفع الحصار. جرائم في كل مكان، لم تسلم منها المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات، أعداد الشهداء والجرحى تزداد باضطراد، ناهيك عمن لا يزال تحت الأنقاض ولا يعرف عددهم غير رب العباد. غزة اليوم عين على العدوان وعين ترحل إلى القاهرة. إسرائيل تسابق الزمن لتحصد الأرواح وتسحق بقايا وطن يأبى أبناؤه إلا أن يتجذروا به، حتى ولو كان الموت والدمار هو الثمن. لنا شاهين، غزة، الميادين. اليوم وتعقيبا عباس على هذه المجزرة، كان الملفت تصريح الدكتور سامي أبو زهري الذي قال أن بان كي مون وأمريكا شريكة في تحمل دم الأبرياء الذي تسقط في غزة، وخصوصا اعتماد دائما قوات الاحتلال على الروايات الكاذبة. للانتقال إلى ما تذكره الوسائل الإعلام الإسرائيلية، القناة الثانية تنقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح للجيش بحرب استنزاف، وتؤكد القناة أن هناك خشية في إسرائيل من زيادة الاستنزاف في حال عدم إنجاز تسوية أو إطلاق نار. بداية، ما المقصود بحرب استنزاف، وهل لدى إسرائيل قدرة على تحمل هذه الحرب؟ طبعا إسرائيل تعتبر أن حرب الاستنزاف على أي جبهة كانت هي أسوأ ما يمكن أن تواجهه، لذلك حرب الاستنزاف هي من الأوضاع أو من الحالات التي تفعل إسرائيل المستحيل لكي تخرج منه، سواء تراجعا أو عبر المسار السياسي أو اضطرارها للجوء إلى الخيار العسكري، لأن تعتبر حرب الاستنزاف يستنزفها بشريا، يستنزفها سياسيا، يستنزفها ماليا، يستنزفها على كل الصعد. الخشية الإسرائيلية من حرب الاستنزاف سببه هو الواقع الذي نشأ الآن، لأن نحن الآن أمام واقع جديد، هو أن إسرائيل رفضت إرسال الوفد إلى القاهرة، المجلس الوزاري المصغر
خرج بقرار بعد اجتماعه مساء الجمعة يقول بأنه لن يتفاوض مع حماس ولن يذهب إلى تسوية. وإسرائيل الآن هي أخذت قرار بأنها سوف قد بدأت تسحب قواتها تدريجيا، وهناك اعتقاد أنها قد تنسحب شيئا فشيئا لكي تقف على مقربة من الحدود بعد أن تقوم بعملية إعادة انتشار. طيب إذا هي تفعل هذا كله من دون تسوية، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه سيضع إسرائيل أمام معضلة، لا توجد تسوية عن طريق مصر، لا يوجد وقف لإطلاق النار، فإذا هذا يعني أن المقاومة الفلسطينية سوف تواصل إطلاق النار. يعني إذا أطلقت المقاومة الفلسطينية مواصلة إطلاق النار لأنه على قوات الاحتلال، قوات الاحتلال ستدخل أيضا وهي ما هو الخيار أمامها حتى لو انسحبت انسحاب أحادي الجانب؟ الخيار الذي يحكى عنه بأنها لن تسمح بهذا الخيار هو أنها سوف تجد نفسها مضطرة من جديد إلى الدخول في مواجهة، وأيضا هذا يعني دخولا بريا جديدا إلى قطاع غزة. السؤال الذي يطرح، إذا كان الأمر كذلك هي الآن موجودة بقطاع غزة، فلماذا تنسحب ثم لتعود لتدخل؟ هي تعترف بأن هذه معضلة، أن الدخول البري معضلة. الآن هناك معادلة في إسرائيل تقول أن هي يحاولون التسويق لها، هي التسوية، الردع، الحسم، بمعنى أنه يتم التوصل إلى تسوية، إذا لم يكن هناك تسوية يكون هناك ردع، بمعنى أن إسرائيل تردع المقاومة الفلسطينية، وإذا سقط الردع يعني أن سوف يكون هناك حسم. الواضح الآن أنه لا يوجد تسوية وأنه لا يوجد ردع، يبقى العنصر الثالث هو عنصر الحسم. هل إسرائيل قادرة على عنصر الحسم؟ إذا كانت هي أصلا قادرة على عنصر الحسم، فلماذا لم تستخدمه، لماذا لم تمارسه حتى الآن؟ هذه معضلة إسرائيلية. وسأعود إليك عباس لمعرفة موقف إسرائيل من الورقة الفلسطينية للوفد الموحد الذي ذهب إلى القاهرة، ولكن للاطلاع على آخر الأجواء في القاهرة. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، ما الذي جرى في الاجتماع الذي انتهى قبل قليل بين الوفدين الفلسطيني والمصري؟ نعم وفاء، للتو عدت من عند الوفد، الأجواء إيجابية على صعيد التفاهمات الفلسطينية الداخلية بشكل كبير غير مسبوق من كل الفصائل، وعلى صعيد الاجتماع الفلسطيني المصري أيضا الأجواء إيجابية. هناك حالة انتظار، هذا الانتظار سببه ومرده هو طريقة تعامل إسرائيل مع القضية بشكل عام. يمكن بدون مبالغة أن نقول بأن الموقف الفلسطيني الموحد والتفاهم المصري وما تطور وبني على الورقة المصرية من المطالب الفلسطينية التي تتعلق بالاستقلال وتتعلق بحق الوجود وحق الدفاع عن النفس ورفع الحصان عن قطاع غزة بالذات، يضع إسرائيل سياسيا في الزاوية بعيدا عن ما تحدثنا عنه في الشهر الماضي بشكل كامل، التورط العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. نحن الآن نتحدث عن إشكالية سياسية تضع إسرائيل نفسها فيها. هناك محاولات للحديث عن المخرج من التورط الإسرائيلي في قطاع غزة، وجود وزير الخارجية الصيني أعطى دفعة تقدم دولي وخصوصا تصريحاته تجاه القطاع. الوفد الأمريكي لم يصل على المستوى الذي كان متوقع، بيرنز لم يصل بعد، لكن وولفنسون موجود. هناك حوارات، هناك خطوط على صعيد المخابرات وعلى صعيد الأمن، محاولة لاستدراك طريقة الإخراج التي تتم بها الصيغة السياسية. الفلسطينيون لا يفكرون بأن أي من المطالب التي طالبوا فيها هي قابلة للتراجع، لأنها ليست اشتراطات وإنما هي تتعلق بالحق بالحياة، وخصوصا حين نتحدث عن التزامات إسرائيل السابقة وتنصلها فيها من الناحية السياسية، مثل الدفعة الرابعة من الأسرى، مثل الأسرى الذين اختطفتهم حوالي 54 أسير في 13 حزيران وهم من المتفق على إطلاق سراحهم في صفقة شاليط، وغيرها من هذه القضايا التي أساسا لا نقاش فيها لأنها تمت باتفاقات إقليمية. إذا كان هناك عنوان أقول بأنه هناك محاولة لإيجاد صيغة لمحاكاة اتفاق 2012، وأكرر محاكاة 2012
الاتفاق الذي جرى أيضا في مصر. تحدثت قبل قليل مع الدكتور موسى أبو مرزوق، الدكتور محمد نصر، عزة الرشك، وكذلك الفصائل الأخرى كلها. سيد عزام الأحمد كان موجود، ماجد فرج، كل الفصائل لا خلاف في الموقف الفلسطيني الداخلي، لا تذمر من الموقف المصري. هناك روح إيجابية في التعامل مع الورقة المصرية، هناك روح تدفع باتجاه محاولة التخلص من الاحتلال، ليس في هذه المعركة بل درء إثم الاحتلال عن سكان قطاع غزة في المستقبل القريب. هل يمكن أن تحمل الساعات القادمة مفاجآت؟ إذا زمانيا مسموح لي كصحفي ومراقب أن أقول بأنه كان الجميع ينتظر الليلة أو صباح الاثنين صباح غد أن يكون هناك إجابات نهائية. إذا أجيز لي أقول أنه غدا في ساعات العصر يمكن أن يكون هناك إجابات أوضح. نعم، علمنا وقد تم الحديث عن اجتماع بين مدير المخابرات المصرية وأعضاء وفد حماس.